جريد 3 يونت 3 ليسون 3. في سنة تالتة عندنا في يونت 3 النطق بتاع الـ ING أو الـ NG مع بعض. الـ NG مع بعض يا جريد 3 بننطقها ن نج نج سينج 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 فيشينج 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 كينج كينج كينج. الـ NG ساوند نج نج نج. يغني سينج يصطاد سمك فيشينج ملك كينج. طب والاس بي سب 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 سبورتس سبورتس سبيس سبيس سبايدر سبايدر سبيكينج ج ج ليفينج روم ليفينج ج ج ليفينج نج. في صوت الن ج اللي على بعض بنقولهم نج. ايتينج swimming again. يغني sing يصطاد سمك fishing ملك king. رياضة sports ألعاب رياضية sports. فضاء space عنكبوت spider. يتحدث speaking. حجرة المعيشة living room. يأكل eating. يسبح swimming. دلوقتي بقى تعالوا مع بعض نعمل سنتنس على الكلمات دي. لو انا عايزة اقول انا احب الغناء، اسمعوا بس الاول نشوف هنعملها ازاي وبعد كده هعمل لكم تكتبوا انتوا مع نفسكم. لو انا عايزة اقول انا احب الغناء، اول حاجة هقولها I like وركزوا معايا جريد 3 في اللي هقوله. دايما بعد لايك لو هحط فيرب جديد لازم اضيف له ing، يبقى I like singing انا بحب الغناء. I like singing. طب لو انا عايزه اقول انا بحب الصيد هقول I like fishing. I like fishing. Fishing. أنا بحب الصيد. يبقى بعد like يا حبايبي الverb بتاعنا لازم نحط له ing. طب أنا لو عايزة أقول إن الملك يسبح، الملك يسبح، مين هو الملك؟ The king. The king. Is swimming. The king is swimming. يسبح دلوقتي. طيب لو أنا عايزة أقول يا ميس أنا بحب الألعاب الرياضية هقول I like sports. I like ولازم sports نحط لها S. I like sports. طب حد يسألني طب ليه يا ميس في sports ما حطناش ING؟ sports يا حبايبي اسم، اسم noun مش verb. بعد like الverb بس هو اللي بنحط له ing. طيب عايزة أقول مثلا الفضاء كبير. The space is big. The space is big. كبير. طب لو أنا عايزة أقول إن العنكبوت بياكل. The spider is eating. طالما is يا شباب يبقى ده present continuous، وتعلمنا مع بعض ان بعد am و is و are الverb كمان بنضيف له ing. The spider is eating. طيب البنت بتغني. The girl is singing. الولد بيصطاد. The boy is fishing. يبقى النهاردة اتعلمنا ان لما يكون عندي like الفيرب اللي جنبها الفعل اللي جنبها نضيف له ing. طب لما يكون عندي am و is و are برضو الفيرب اللي جنبها نضيف له ing. لو انا هتكلم عن singing هقول the girl. بلاش نكتب معاكي. يا روحي. The girl is singing. البنت بتغني. لأن احنا قلنا ان بعد is برضو الفيرب بتاعنا نضيف له ing. The girl is
singing. Yes. Thank you. طب يلا يا براء، عايزين نعمل sentence على يأكل. يأكل eat. ماشي. The spider is eat. بعد إذ لازم نحط إيه؟ The spider is eating. Is eating. The spider is eating. Excellent. Bravo. ليلى، عايزين sentence يا ليلى على living room. قول مثلا the living room is big. The living room is big. طبعا مش هنحط big فيها ing، لان ing بنحطها للverb بس. The living room او my living room is big. My living room is big يعني ال living room بتاعتي. My مش living بتفتح الماب. اتفضل يا حبيبي. My living room is big.